بوضع كتير صعب وضرب وأزمة اقتصادية كتير 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 خانقة يعني. يعني شايفين طبعا رجعنا كل أهل البلد عم يرجعوا شوي شوي إن شاء الله، وبيفتحوا محلاتهم وبيزبطوا وضعهم، وعم بتشوفوا أنتم بكاميرتكم أنه شو عم بصير. اللي بابه مخلوع هي طلعوا عم بيقيموا وبيرجع بركب باب وبيزبط. هينا بلشنا اليوم ننظف ونعزل، ومن يوم بيوم رح نرجع لحياتنا الطبيعية عادي ببيوتنا بمحلاتنا بأرزاقنا بكل شيء الحمد لله. احنا شهرين ثلاثة اشهر قاعدين بلا شغل وخسائر، هي شغلة طبيعية. بتعرف انت مصريات العالم كلها بالبنوك محجوزة، بس هيدا كله ياتو ولا شيء، كله بهون قدام الكرامة والعز. رجعنا لمصلحتنا الطبيعية ورجعنا نشتغل لنرجع نوقف على اجرينا من اول وجديد. لا بس الحمد لله مش كتير متضررين، ان شاء الله بترجع السوق اقوى من قبل، والله يحمي الشباب وفداهم، ومهم خلصت الحرب وهن رجعوا بخير الحمد لله.